ضيف اليوم بصيرنا استقبل دكتور حسين أبو خليل، جراح تجميل وترميم ومدرب تجميل دولي. أهلا وسهلا فيك دكتور أبو خليل. اليوم موضوعنا عن التجميل والرجال، موضوع حلو لأنه صار كتير في إقبال من الرجال على كتير من التقنيات التجميلية. ما بعرف إذا في تقنيات خاصة بالرجال، علمي ما بعرف، هلأ بنحكي عنها أكتر. بس خليني بلش وأسأل، قديش اليوم صار عم بيستفيد الرجل من تقنيات التجميل؟ صباح الخير أول شيء. صباح النور. أنا بحب دايما بلش الموضوع بالعامية. بالعامة نحن في عنا فروقات بين الرجال والمرأة بالتفكير وبالبناء، يعني نعم، بالتكوين. هلا قد ايه عم يستفيد؟ دائما مثل ما اتفقنا، دائما انا بعيد معك بالحلقات، نحن ما عندنا ستاتستكس واضحه، فبنضطر نستورد ستاتستكس من برا. نعم. بال 2004 خلينا نقول كانت عباره عن العمليات اللي هي للذكور، يعني التثدي، يعني الامور اللي هي متعلقه بالذكور كانت طاغيه. من 2004 ل 2019 تغيير جذري، بمعنى انه صرنا عم نشوف كل العمليات التجميليه اللي ممكن تنعمل للرجال عم تزيد عددها. اللي بدي اقوله انه من 8% بال 2019 ل 13% بال 2020 كان نسبه الذكور من العمليات اللي عم تنعمل ببعض الدول. نعم. يعني هذا الارتفاع من 9 ل 13% بسنه واحده بدل انه نحن خلال فتره قصيره رح نشوف بعد اكثر واكثر، لانه الحاجز النفسي انكسر. نعم، هيدا اللي كنت بدي اسالك اياه. يعني اوقات كثير بيعملوا بعض الرجال تجميل بيخفوا الموضوع او ما بيحبوا يحكوا فيه، هيدا الحاجز انكسر لانه اليوم هو كمان عنده تقنيات. ليش بس السيده يعني بدها تجمل حالها او تهرب ضلها صبيه؟ كمان الرجل بحق له انه اذا عنده كثير قصص طاغيه، لانه اوقات كثير، ما بعرف قد ايه صلح لي دكتور حسين، اوقات كثير الرجل بحاجه لتعابير قاسيه نوعا ما بحكم نوع وظيفته شغله، يعني ما بيقدر يكون مثل السيده يعني هيك بلوك، صح او لا؟ كثير حلو الموضوع. نعمل ستاتستيك كمان، بدنا نحكي بالستاتستكس. نعم. University of Bristol بيقول انه لا مش مزبوط، انه الموضوع الوجه الجولدن سكن او الجولدن فيس عند الرجل ممكن يكون اتراكتيف اكثر بالنسبه حلو للمراه، لانه بدل، هنا نحكي كمان علميا، على حاله جسديه سليمه، يعني انه هيلثي، يعني الوجه السليم بدل على حاله مثل ما بقولوا صحيه. نعم. احسن. فاذا بيعطي امبريشن للجنس الاخر انه انت فعليا احلى او اتراكتيف اكثر او 100%. فاذا التعبير القاسي الى جماليتها، الى مواضعها، الى ظروف استخدامها، بس بالنهايه ما حدا بيكره انه يكون طبعا خلينا نقول السكن تبعه معتنى فيه، ما حدا بيكره انه تكون تفاصيل وجهه، برمه وجهه صح، ما حدا بيكره انه يخفي التجاعيد اذا بينت، ما حدا بيكره يعتني ببشرته. مثل ما اتفقنا في فروقات بين الرجل والمرأة بالتكوين، يعني بطبيعة الجلد، خلينا نبلش من برا دائما. نعم. من الأمبلاج، الغدد أضخم عند الرجل، الفتحات البورز أضخم عند الرجل حكما، فإذا بياخد عناية أكثر، الجلد بتفرز دهنيات أكثر، السماكة الجلد بسبب الأندروجين وبسبب التستوستيرون بيكون في عنا بسميها طف أكثر، يعني بسميها سميكة أكثر، طف أكثر. هاي كلها أشياء بتخلي العناية بالبشرة عند الرجل بأوقات معينة أصعب شوي، لأنه بتعرفي كل ما تكون في سماكة أكثر، كل ما يكون البور مفتوح أكثر، كل ما بصير بده علاجات أكثر، تقنيات أكثر لنعتني فيها. هذا بعدنا نحن بالسكن. نعم. بعد ما دخلنا على الفروقات بالعظم، بعد ما دخلنا على القوة العضلية، يعني اليوم من الأشياء الكومن اللي بيعملوها الرجال كتير هي البوتوكس. نعم. شو الفرق بين البوتوكس عند الرجل والمرأة؟ شو الفرق؟ قوة العضلة وحجمها. يعني أكثر يعني بوتوكس دواء. نحن كيف ناخد دواء؟ بيقولك بير كيلوغرام كور، شو يعني؟ يعني على حسب وزنك بنعطيك الدوز. صح؟ طيب العضلة كمان عم تاخد بوتوكس على حسب وزنها وحجمها. صح. فإذا بيختلف الدوز وبيختلف الأبروتش لما نكون عم نعمل بوتوكس لرجل. كل شيء عند الرجل
مختلف عن المراه منه كومن، منه شيء بتتساوى فيه المراه والرجل، لانه اليوم في حدا حسب مهضوم، تكوينهم الجسدي في حدا مهضوم على الانستغرام حطيت انا شو بدكم نجاوب، فبيقول لي اساسا ما في مساواه، ما في مساواه. ببعض الاحيان ايه ما في مساواه بكل شيء، في مساواه بالمجموع العام المفروض يكون في مساواه، مش بكل مساواه بالمعنويا يعني. مش جسديا طبعا. دكتور حسين شفنا قطع بعض الصور يمكن لاهم العمليات اللي بيعملها الرجال، قبل ما احكي بعد اكثر عن الفيلر والتفاصيل، شفنا عمليات الانف، عمليات الاذن، عمليات كمان فوق العيون، كمان هي كومن بين الرجال والنساء، بس يمكن الرجال اكثر بيعملوا عمليات انف واذن. مبدئيا بنبلش بالجفون بمرتبه اولى، نرجع بنشوف الانف والاذن، بيرجع في عنا التثدي اللي بقي ثابت، هو الوحيد اللي ما طلع لانه اساسا موجود، ما كان يعتبر عمليه تجميليه. فهو الوحيد اللي ما طلع بالكيرف مع البقوي، يعني كلهم ارتفع عددهم الا التثدي اللي هو بالاساس مرتفع لانه عمليه بيعملوها للحاجه اكثر ما بيعملوها للاستثمار. اي متى بيعملها الرجل هالعمليه؟ بس يكون ناصح كثير ويضعف هيدي حاله، او بيكون عنده بتكوين جسمه بنسميه التثدي، يعني صدر اكبر من صدر المعتمد عند الرجل يعني كشكل كمان، وباي عمر ممكن ينعمل؟ يعني ممكن شاب مراهق اليوم عمل عمليه ضعف يقدر يعملها، او بتفضل وقتها يكبر ويكتمل جسمه؟ لا وقت اللي قطع سن البلوغ الموضوع، يعني سنتين او ثلاثه بعد سن البلوغ اخذنا الفاينل الويت والفاينل فوليوم للغده. هلا في عندنا نوعين انت قلتي عنهم من دون ما توضحيهم، اللي هن التثدي بسبب الغده، والتثدي اللي هو عباره عن دهن اكثر، عن كتله دهنيه. نحن وقت بنعمل الكونسلتيشن للتثدي بدنا نعرف اذا هيدا اللي قدامنا، هيدا الحجم اللي قدامنا هو اكثر غده ولا اكثر دهون، وعلى اساسه بنقرر نوع العمليه. يعني اذا اكثر دهون اوقات بتمشي بالليبوساكشن، هي اوقات من دون جرح، بنفوت بس بشفط الدهون بالكانيول تبع الشفط ومنستأصل هيدي الدهون، واوقات بنعمل اثنين، بنستأصل الدهون ومنشيل الغده. فالكونسلتيشن مهمه ليعرف الجراح شو البلان، شو السبب يقدر يعمل بلان بالضبط. هذا بالنسبه للتثدي. اما بالنسبه للجفون والانف والاذن اللي هن الاوتوبلاستي والراينوبلاستي والبليفوبلاستي، فهي عم تطلع لانه الرجل مثل ما اتفقنا وانس كسر الحاجز وصار يشوف انه في جمل نفسه، عم بيلاقي سهوله صار بانه يجي، وعم بيكون في تشجيع اوقات من الشريك اللي هي الجنس الاخر اللي هي الصبيه اللي معه، عم بيكون عم تشجعه. على فكره في ناس بتشجع، في ناس لا، ما بعرف. ايه طبعا في ناس، ناس لا ابدا بتكره انه يتحلل زوجها لانه او الحبيبه لانه بتحس انه في خطر. انت رجال ما فيك تعمل تجميل ولازم يبين اكبر منا، يعني ايه التفاصيل النفسيه؟ موضوع اكبر منا كمان موضوع مهم بالنسبه للرجال، لانه مثل ما بنعرف انه كمان في عمر معين الرجال بيوقف في تغيرات عنده، بتصير بطيئه بهذا الوقت، بتكون عند مرأة متسارعه عم تتسارع واللي هو عمر الأربعين مبدئيا. فدائما بنشوف المراه بعمر الأربعين عم تركض للتجميل، الرجل بيكون حاسس حاله منيح لانه حس انه وقفت الامور بمكان معين. نرجع بالخمسين بنشوف بس يظهروا اكثر العلامات، بنشوفه رجع عم يركض على التجميل ليشوف انه هيدا التجاعيد اللي عم تظهر عندي صارت كثيرة ومبينة، وخاصة إذا بحب المراية طبعا، والتصوير اليوم والسوشيال ميديا. طيب دكتور حسين، كمان بتقول لرجل مثل المرأة بلش بكير تما كمان تغمق هالخطوط، ان كان بجبين او حول العينين، نفس الشيء او لا بتختلف عند الرجل؟ اللي هن البوتوكس. ليه البوتوكس؟ لانه نحن عم نحكي عن تجاعيد تعابيريه، ما فيك تعمل هيك 30 سنه وتمحيهم بثلاث ثواني، ما فيك 30 سنه انت عامل هيك، صح. ففضل انه من وقت لوقت يتريح الوجه، يمكن ما يعمل كل 6 اشهر، يمكن ما يعمل كل 5 اشهر، يمكن يعمل كل سنه او كل سنه ونص، بس ما نترك هالعبسه لل 50 سنه 30 سنه هيك عابسين وبعدين نجي بدنا نشيلها بلحظه. والعنايه بالبشره، يعني بروتكشن، يعني هايدريشن، يعني تنظيف البشره، تنظيف البشره، هيدي خطوات
المفروض صارت ورانا يعني ما بقى لازم نحكي فيها يعني هيدي ونقول لحدا نظف وجهك من الهيجين حتى يعني نظف بشرتك عمول سوان حط بروتكشن حط مرطبات بالليل شو المشكل يعني ما بشوف انا وين المشكل بانك مثل ما عم تستخدم برفيوم مثل ما عم تستخدم ديودورون مثل ما عم تستخدم انك تستخدم شيء حافظ لك على شكلك كرجل وين صحيح. المشكلة؟ سؤال سريع هيك باخر الحلقه الحنك عند الرجال يعني كمان يوم صرنا بنشوفه مع انه دارجه اللحيه ومزبطه وهيك كمان في رجال عم بيشتغلوا فيلر على حنكهم اذا ما كان عندهم هالضخامه صح؟ لك انا عملت محاضره باحدى المؤتمرات عن هذا الموضوع انه وبرجع بكررها دائما انه هذا الحنك العريض الرجولي صح بيعطي هيك شعور بانه الرجال قوي وسكسي اكثر واتراكتيف اكثر بس خلينا نشوف الهود الوجوه الجميله ان كان بالسينما او ان كان بهوليوود او ان كان عنا او على تي في مش كل الرجال الحلوين عندهم هذا الحنك العريض فاذا هو منه ستاندرد هو فعليا بدل على السكال على الجمجمة تبع الرجل مزبوط أعرض من هون والدقن فيها عريضة أكثر المرأة بيكون الدقن مروسة أكثر بس هذا منه شرط للجمال صح. شرط أساسي للجمال هذا فارق بين الأنثى والذكر ومثل ما شفنا في صبايا كتير عرضوا حنكهم يعني وبقيوا حلوين ما فينا نقول أنه صاروا بشعين يعني طبعا فالفكرة من الموضوع أنه الشغل دايما بده يكون على كل الوجه مع الحنك يعني ما فينا نشيل الحنك من الوجه ونعمل حنكين مثل حسب بعض حسب كل واحد شو بيلبق له بدك تشوف الوجه كله وعلى اساسه 100% شكرا دكتور حسين ابو خليل على هالمقاربه الجميله فعلا لانه عن جد يعني هيدي التقنيات عم تتطور كل الناس لازم تستفيد منها رجال وشباب ونساء وصبايا شرط دائما مثل ما انت بتقول للسيدات وللرجال تكون بطريقه طبيعيه معروف مين عم بيشتغلها وكيف ولأي وجه وبأي طريقة هيدي أهم شيء أهلا وسهلا فيك